السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توددات شوف وندموش انها توج يزيه سامنتي جمعة مالكت اونتاني النات يميلنا رأسو اونتاني النات انقريه كإسلام استمرو توج محكل بواننن النات درجة يميقنينو كمنهم بفيت ونتن ينت يا الله بهرينه وقرآن لاي الله راس يجلس أبتنا ومن أصدق من الله حديثا إلى كان يقرب كل كالله بلت ونتن يا ما ناويلا يلم لما لما ومن أصدق من الله قيلا كباب البكل كالله بلت ونتن يا ما ناويلا الله يمنا قره له ونتنا كذا قتلوا دغمو نتنينت يا نبيوچ بحري نو كالله يتنغراچون ونت لهزباچو سلمي استلالفو وشت بحرياچو ايدلم بنسو بكل يميكست نغرم ايدلم كل غزين. ولذلك عبد الله بن مسعود سيدنا نبياچو صلى الله عليه وسلم سيناغر حديث لاستلالف حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يا الله ملكتنيا نقرون الساتشو صادق ناتشو مصدوق ناتشو على صادق مالت ونتنيا مالت ونتنجيل إلى نقر ما ينقر مالت مصدوق مالت دمو ونت يتنقروا مالت يتكبلوتم ونتنو يستلالفوتم ونتنو لمالت أنبياء وشباتك على إلا زيناتشو التقالى مؤمن وجن الله سبحانه وتعالى بقرآنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن أنت يمنا تشوسه وجهي الله نفروك أونتن يجمه نويلة بزيج أما وست يمجمر يا آماننا وانن يوسو يمجمر يا خليفة تتصل سماتشو الصديق نو توقع الله أبو بكر الصديق مالالو أونتن يو أبو بكر مالالو لمن هنسم تسلطو أبو بكر رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم بحديثات جون دقل لسوت ما نمسو وده اسلام تربي هذا الرجلت تكيت على منتا كالطوم يلم ما من أحد دعوته إلى الإسلام إلا كانت له كبوة يا منتا ولا إنجي كتا يتكبل يلم أبو بكر الصديق قل إلا ما كان ابن أبي كحافة زو ما استنتننا ما أطنات مياس فلقوا عن نبرم هي حق سات جو زند دروهم وستات جو ميكبلوا نبر الله عندنا الله مملك تجبينه إهل لما استمر نبي تلقوا على سبب استيلاتنا بتميل جزء على نبراتهم أبو بكر رضي الله عنه ودون يتقبلوا دم وند تقبلوا دعوة ما درجنا يجمعوا إيه لو تجين بزوا من تتو حتى عمر سايكرو لا تنيا وخليفة لا رجيم جزء تقبلوا ثم نبرهن دين الإسلام يدبد بواجه جرفاتهم سواش نبر أنا صديق تبعلو سم كلا لو هذا لم يتسطعهم الله كبار أين توجين بقوا على الله تقبلوا ميجل ساتشوا له بهولتني على درجة صديق وتشني أسكمته وما يطيع لا الله أن لم يكن يتعزز فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النزيه الله بوجوك على الله جو سوتش جا يهون على الله إنما الناتجو النص من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كنبيوج كأرك أنوج كسمعتاتنا كدقة قبارية وتشلا نبي أو توقع الله جو صديق مالد من يتحرى الصدق ميكتاتل مالنا من المؤمن عند امنته ونتنيانو باقم درجه مالنا يعني بلالطالو الله سبحانه وتعالى اتقال المؤمنوچنم بالله بماوناچو تنسا صادق بولات والذين امنوا بالله ورسوله اولئك هم الصديقون له نغرغن يا ابو بكر صديق انتنا يا ليلى وسو صديق انت اكل ادل لاينو قنچو يالو سوتشالو الله انبياوچن سيجلص راسو واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا له إدريس ناوساو سو صديق نبر نبي نبر له نبيينتنا صديقنتن بغارا شفا ترغو امطا الله جوال نا ايه صدق ميبالو نغر جماع الخير يا خير نغرو كله اسبا اسابي نو قران متا بركاتا خير سراوچن انستو ما اتقاليا ايه نسرو سوچ نتنيوش ناتچيلال قدام طات اياوان تا
قال بقال ترقم الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة أها أه؟ والموفون بعهد الله إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وده أسرى من آمن صفات الجنجل صوالا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون له بقوا أسرى مالت بالله ما من جرى شوكان بكتابه بنبيوك ما من نواله كذا دمو جنزبون بالله سبحانه وتعالى من قال لي مستت يوددوا يفلقوا يقربني لنا جاي هنا يابلو مستت نواله لمن ل دهاوچ ليتيموچ ጫንቃዎችን ከባርነት ለማላቀቅ ቆጣጥረና ከዛ والموفون بعهدهم اذا عاهدوا قال كيدان سيገቡ قالاቸውን የሚያከብሩ والصابرين የሚታገሱ ሶስት ነገሮችን ተከሰ ትግስትን ሲያነሳ في البأساء በጦርነት ወማን ነው በድህነት ጊዜ والضراء በበሽታ ጊዜ وحين البأس በጦርነት ጊዜ የሚታገሱ አለና እነዚህን ታላላቅ خير ስራዎች የሰሩ اولئك الذين صدقوا እውነተኛ አማኝ የሚባሉት እነዚህ ናቸው مرتبه الصدق يا صدق ደረጃ ለመدرس ይሄን ማማላት ያስፈልጋል ማለት سبحان الله እንግዲህ صدق ማለት ምን ያህል ከባድ ነገር እንደሆነ ነው የሚያሳየው ይሄ ማለት ነው ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ምን አሉ ان الصدق يهدي الى البر አሉ እውነተኝነት ወደ በጎ ነገር ሁሉ ይመራል አሉ وان البر يهدي الى الجنه بقوا سرا دمو ود جنه يمرال وان الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا عند سو اونت كمناغر ايواغد ايواغدم اونتينم كمكتاتل سراي بلا اونت نوتان بيت ليلا سايقلقل كزي هايواغدم الله زند صديق تبلو اسكميصف درس قالوا صديق ن درجه ياغنيال كنبينت قطول يالو ما ارق معلوم نو ليلا نغر ادلم هي تلك نغر እንደ ቀላሉ ኡነትን ብቻ እንጃ ለናገረው ውሸት ይቅርብ በማለት ነው ይሄን የሚያገኘው የሚያደክም ነገር አይደለም ህይወታችንም ላይ ደግሞ ትርፍ የሚገኘው ምናልባት በቁጥር ደረጃ በውሸትም ይገኛል በበረካ ግን በእውነት እንጃ ይገኛል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው በቡኻሪ በተዘገበው ሐዲሳቸው البيعان بالخيار ويم المتبايعان بالخيار ولت ميغبا ياو سوج مرچ አላቾ እስከ 3 ቀን ድረስ የማፍረስ ማለት ነው ይሄን ከተስማሙ ይሄ አይደለም ዋናውን ለጥቅሰው ይፈልኩት ከዚህ ቀጥሎ ምን አሉ فإن صدق وبين اونت ከተናገሩና ስለሚሻሻቱ ጥቃ ያለውን ተጨባጩን ከገለጹ አሉ ሳይዋሹ ሳይድበሰብሱ ሳይዋድዱ በውሸት እነቱን ከገለጹ بوريك لهما في بيعهما ሽያጫቸው በረካ ይሆንላቸዋል وان كتم وكذب كدبابقنا كواشو دمو محقت بركه بيعهما يغبياچو بركه يوجدال بزو سو اهون اطرافي لمهون مواشت انج تنش ساعتالو لمو ما اطرافا يچا والله اندزي يالو ني سوچ گتقونيالني ايه نغري بان نغر بزو يغباني يساورازم بي يساورا ف يهون من علي استاذ شرط يالو بخيانه بيچا نو علي بزي درجه مياسم سوال خيانان يترف مسفر تاركو يازسو لا بركة في ماله كنزبو لا بركة يالله السوء يسبب السبوال نبلاو للا يهونات بوانجلو متجكو السوء يهونات ما صدق بركانو بتنشو على الله سبحانه وتعالى بركة مبالو يكتر بالزيت هذا اللهم الله بوسطو ميادرقو نقرنو بزو كتر يالله نقر بجيه قبالنا يهتن ده تفاساتاكو أمد ميهونا اللهم يبسو تشكر ميهنو يابزو تعالي دمان نبلو سرقهم بقبهم بمات تعالي بمات بربر بالكذب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صوص سوچ الله اي ملكاتهم قال اي اناغراتهم اسامامي قطاتهم قالاتهم ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم اي صداتهم ولهم عذاب اليم قالونا المنان ستو غرامي نزا ده صدقيه ده صدقيه بالغرنيا عنده هنا قال ولتنيا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب بوشت محلا شقطون يمواعد سوستنيا والمسبل ازاره لبسون مريث لمريث يغوتت منه القرنيه قراتني انني سو سوج الله سبحانه وتعالى بركانك ما انه نيجو القيامه اي ملكاتهم بلا
جنة وسط اللون مكة الله بقرآنه مقعد صدق لونه متراه يأونت مكة مجا أونت إن يجنا شذام بدرسه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر شاي يهونه نقص جن يأونت مكة مجا علي يهونه الله نمي فرو جنة مؤمن وجبلو يقل سالم على نم قديس لأونت فضائل تناقرا أنزل كوم الله سبحانه وتعالى تري أدرقوا للنال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم فروك ونتقونوا إلى الله وسوء بدمو ونتن ينت ما براوي ونتن من ناقر سو كبر سو هذا لن لتن أقرأ قدر سو جادة مطلع حسابون يكبلوا تال جنزب أجون أتقبوا يسكم تالو يقال لتن نال بلو أيفر ونتن يامون سلم يقول الله نمفر سونونا وشيطان كون هسه من ناغرو ميزان يا ناس يغلي نوري زين متاوراو نو ميبالو كزي بلاي ودقت الله ازو دنيا لا يراسو واغا يليلو ركاشو الله سبحانه وتعالى بقرانه فاسق يهونا سو طارو يلا فاسق بلو فاسق يال هونسا صادق يهونسا اماني ما طارات ما يسفلغو متطارا نو مالا نو يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لمن بوشت وري يتنسا سو يغدا منافقوچن አንስቶ منافقوچ ባህሪያቸው ውሸት መሆኑን ተንትኖ ያደረጉትን ነገር አንስቶ ያው መጨረሻ ምን ይላል فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم لا الله ወነተኛ ቢሆኑ ያይበጃቸው ነበር እነሱ አሁን በማታለላቸው ጮሌ የሆኑ ብልህ የሆኑ ይመስላቸዋል ሙእሚኖች ዘንድ አንድ ፊት ያሳያሉ ኩፋሮች ዘንድ ሌላ ፊት ያሳያሉ ከዛም ከዚህም ኖረናልኛ ክሌቨር መሆናቸው ነው በእነሱ ቤት ማለት ነው ግን እነኚህ ሰዎች ኪሳራ ውስጥ ነው ያሉት ولذلك ወነተኝነት ተحرر لنا رج ይገባል ائمه الاسلام በእስላም ውስጥ ካሉ ተላልቅ የውቀት ዘርፎች መካከል علم الجرح والتعديل የሚባል አለ። الجرح والتعديل ማለት የሐዲስ ዘጋቢዎች ያጠኑ የውቀት ዘርፍ ነው። እውነት ተናጋሪና ውሸት ተናጋሪውን የሚያበጥሩበት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው ሐዲስን ተበቀው እኛ ዘንድ ሊያደርሱ የቻሉት። አዘዛ ስንት ሙናፊቅ ስንት ከዛብ ሰልም ያለው ብሎ የፈለገውን ይቀላቅል ነበር። ግን ይተነፍሳታል ማን ነው እሱ ያወራው? ባህሪው ምንድነው? የቱን ያክል ነው ተኛ ነው? የቱን ያህል አላህን ፈሪ ነው? ብዙ ጥንቃቄ በብዙ መፈተኛ ውስጥ አልፎ ነው ለሐዲስ ዘጋቢነት ብቃት ኖሮ ተቀባይነት የሚኖረው ማለት ነው። በዚያውም ደግሞ እንግዲህ በሂፍዝ በኩል የመጣበት ካለ በሌላ ማለት ቁርአኑን አያውን ነው ተግባራዊ ያደረጉት እቺን አሁን የተከስኳትን ያ አዩ الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا አጣሩ ነው የሚለው ራሲድ ቅምሪ ወነተኝነትን ባህሪያችን እናርገው ወነተኝነት 3 ነው 4 ተወሰነ ተልጥቀስ ያው ረዘም ቢልም አንደኛው الصدق مع الله كالله قال انه تنمون امين يالو بلا ستناغر وسط يالامنه كونا الله كاذب نو بيل منافقوچ اندزا ناتشال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون وشتاموچ ناتشال يتناغرو يتناغرو تحق نو اهو كن سيامنو بت نو يتناغرو وشتاموچ ناتشال الله قال انه تنمون كذا دغمو قتلو سو قال انه تنمون معامله لا انه تنمون አጠቃላይ ሐያታችንን ኡነት መላበስ ትልቅ የኢማን የሙእሚን መገለጫ ነው። አላህ ይወፍቀን። ሱብሃነከ አላሁመ ወቢሐምዲከ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ።